بداية الممارسة كانت في 2009 كممارسة شخصية بيني وبين الأهل، بيني وبين الربع. بعدها في 2010 انتقلت للمجال الفني أو الوسط الفني. الداعم الأول كان نفسي، كنت دائماً أدعم نفسي، أحفز نفسي أن أشتغل أكثر وأنجز أكثر. كمكياج عادي مثل ما قلت لك، البداية كانت في 2009، ولكن كمواد احترافية أتكلم بلشت أستخدمها في 2010. أول مكياج احترافي صار في أول مسلسل تلفزيوني، كان مجموعة إنسان، بعدها كان عندنا بالمسرح مسرحية شي زبونة أو عودة شي زبونة، وعندنا في السينما كان فيلم الأمريكاني. طبعا الصعوبات اللي واجهتني في البداية حالة حال أي مجال يدخل ويكون جديد عندك في المجتمع. فكوني كشاب كويتي أدخل في هذا المجال، قد يرى البعض أنه هو شيء غريب، قد يرى البعض أنه هو عيب، قد يرى البعض أنه هو ما يمثل الشباب الكويتي، ولكن لو يعرفون شنو الـ 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 الإمكانيات أو شنو المجالات اللي تتفرع من هذا الفن راح يفهمون شنو الصورة اللي نبي نوصلها. فأكثر صعوبة كانت انتقاد الناس أو انتقاد الناس اللي قراب أكثر بعد، فهذه الصعوبة الوحيدة يعني، بس الحمد لله يعني عدت. قررت لجنة التحكيم أن تمنح جائزة أفضل مكياج مسرحي لعبد العزيز بجرائي. طبعا اتجهت حق هذا النوع من الفنون لانه مختلف، ولاني دائما احب اكون مختلف، ولاني اصلا مختلف، دائما اشوف نفسي مختلف في 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 الاشياء اللي اختارها، سواء كفكر كطرح كاشياء استعملها يوميا. لابد ان الواحد يكون مختلف، ولكن اختلافي يكون في الشيء اللي يكون من صالحي وما يسيء لا لي ولا حق الناس اللي يعزون علي. طبعا الاختلاف، ودائما اقول ان انا مختلف مو غرور، ولكن لان فعلا صرت كل ما ادخل في اي عمل احاول كثر ما اقدر اني اوصل الصوره الصحيحه اللي هي ما انقص على عقل المشاهد. لازم يكون في مصداقيه يعني، حتى في خلينا نفترض جرح، لما اي اشتغل جرح لازم ادرس الجرح وشنو اللي سبب هذا الجرح وشنو اللي ما بعد هذا الجرح، مو بس جرح وخنحط أي مادة حمراء عليه على أساس أنها دم وخلاص. والفن هذا يدخل فيه ترى عدة مجالات، يعني أنا أتكلم لك مثلا النحت. اليوم علشان أنا أسوي جرح حق أحد على مدار 3 أيام أو 4 أيام في المسلسل لازم يكون عندي راكور، فأحتاج أني أصمم غالب، فهذا الغالب عشان أسوي لازم أنحت شكل الجرح، وبعدها أصب مواد اللي سواء كانت سيليكون أو جيلاتين أو يكون فوم، وبعدها يعني يمر بمراحل وايد. وفي مواد يعني عادية نفس المواد المستخدمة يعني في الحياة العادية عند البنات، يعني نقدر نستخدمها حتى في أو مو نقدر، احنا نستخدمها أساسا يعني في المكياج سواء كان مسرح أو تلفزيون أو حتى سينما. أه
الفارق بين مكياج المسرح والتلفزيون، أنت في المسرح تراعي الحضور سواء كان في أول السطر أو آخر السطر، ودائما المسرح يحتاج المكياج الأوفر علشان حتى اللي قاعد في نهاية السطر أو مثلا في المدرجات اللي أعلى أو في البلكونات اللي أعلى يشوف تفاصيل أو تعابير الممثل. لكن في التلفزيون مع تطور التكنولوجيا والكاميرات الحديثة صار لازم تراعي أن تكون التفاصيل بسيطة ودقيقة، يعني ما ينفع الحين، يعني قبل مثلا كانوا يستخدمون حق تكبير فرشة ويخطط التجاعيد، اليوم لو تسويها الناس راح تضحك، فأصبح لازم تستخدم مادة ثانية أو طريقة ثانية أنك توصلها علشان الكاميرا تلقط. يعني الكاميرات الحين صارت تلقط يمكن أحسن من عين البني آدم من كثر ما تطلع لك تفاصيل. فهذا اللي يفرق، المسرح تفاصيل أوفر، أما التلفزيون دقيقة حيل. طبعا من الأعمال اللي اشتغلت فيها ويعني أحسها وايد قريبة مني هي كل الأعمال اللي اشتغلتها، ولكن في واحد من الأعمال اللي هو مسلسل ثريا كان أول عمل أشتغله مع حفظ الألقاب الفنانة سعاد عبد الله. فهذا العمل يعني نشر اسم عبد العزيز بزيادة وخلى الناس كلها تشوف الفرق ما بين الشخصيتين اللي أدتهم أم طلال في هذا العمل، وشفت أن حتى الصحافة اهتمت في هذا العمل أكثر، يمكن لأن اسم أم طلال موجود ولك صورا في الناس الباجية اللي اشتغلت معاهم. طبعا متابعتي للفنانين في هذا المجال على مستوى الوطن العربي يمكن شخصين، ولكن مو متابعة لأعمالهم بحذافيرها، أعرف أن نزل عمل اشتغل فيه الشخص الفلاني بس ما أتابع التفاصيل عشان لا تعلق في المخ، يعني ساعات في العقل الباطن يعلق هذه الصور اللي تشوفها تعلق، فلما تي أنت تبي تشتغل على طول تسترجع الأشياء اللي أنت شفتها وتلقائيا من غير لا تحس، فتلاقي نفسك قاعد تشتغل وتسوي نفسهم. فنفس الشيء بالنسبة حق المستوى العالمي، في عندي كذا واحد أتابعهم ولكن ما أتابع التفاصيل اللي يسوونها، أدري إنه هو اشتغل الفيلم الفلاني فتلاقيني أرجع أشوف شنو الفيلم الفلاني، بس ما أشوف الحذافير نفسها شنو اللي يشتغل. الانستغرام يعني في البداية ترى كنت ما أبي أسوي انستغرام وبعيد عن السوشيال ميديا، يعني كان اتوقع كان عندي تويتر بس وفيسبوك، فلما طلع الانستغرام مثلا صار فيني ان ماكو شغله قاعد كل يوم اصور واحط، او مثلا بين فتره وفتره انزل صور، فسويته في البدايات يعني اتوقع في 2012 تقريبا شيء كذي. فلما قمت احط الشغل مالي وقمت احط مع صوري مثلا مع ممثلين او مع ممثلات او ايا كان من المشاهير، فشفت إن كان في تفاعل إن بالنسبة حق المكياج اللي إحنا اشتغلناه مع بعض، فصارت الناس تتفاعل أكثر وأكثر وأكثر. مع الأيام شفت إنه والله لا، عدد المتابعين قام يزيد، فهذا الشيء فتح لي يمكن أبواب إن أنشهر أكثر، إن أوصل حق الناس، إن أنشر هذا الفن أكثر. يعني في أسامي كبيرة موجودة من زمان، ولكن يمكن لأن ما كان عندهم سالفة الانستغرام والأمور هذه فما انتشروا، ولكن الانستغرام وايد ساعد. فلما اكتشفت أنه هو واحدة من الوسائل اللي ممكن أن توصلني مو بس بالكويت أو برا الكويت، سواء على مستوى الخليج أو الوطن العربي أو حتى في العالم، حاولت كثر ما أقدر أني أكون حذر حتى في الأشياء اللي أنزلها، لأن صارت اليوم الكلمة محسوبة علينا، كونك انت الحين صرت فيجر في هذا المجال فلازم تكون مراعي كل كلمه تقولها او كل صوره تحطها. هذا الرجل هو سوى المكياج، لا تخافون، هذا هو اللي سوى هذا. بطل تعال بطل، اشوفون وين ما شافوني هاي السالفه. بطل الحين، بطل والله تبطل شقه. ليش وش طبعا بالنسبة للمشاركات المحلية شاركت في عدة مهرجانات وحصلت على جوائز في هذه المهرجانات، منها مهرجان الشباب، شاركت مع مسرحية السرب وحصلت على جائزة أفضل مكياج، من بعدها مسرحية ريا وسكينة
وحصلت على جائزة أفضل مكياج على مستوى الكويت وعلى مستوى الوطن العربي. وفي عندي كذا مسرحية هم شاركت وحصلت فيها على أفضل مكياج مسرحي. بالنسبة للمشاركات العالمية شاركت في جائزة ساوث فلوريدا ميك اب أواردز كانت في الولايات المتحدة الأمريكية وحصلت على جائزة أفضل مكياج مسرحي. وفي نيويورك على مدى 3 سنوات ما يسمى بالنسبة لي يسمى فوز يعني، ولكن هم عندهم مركز أول ثاني وثالث. ففي هذه المسابقات الثلاث حصلت على جائزة أفضل مكياج تلفزيوني، والسنة اللي بعدها حصلت على أفضل مكياج مسرحي وأفضل مكياج تلفزيوني، والسنة الأخيرة هم حصلت على أفضل مكياج تلفزيوني. شوف، أفضل تكريم الواحد يحصل عليه هو الكلمة الطيبة، ولكن يعني أنا بالنسبة لي تكريم مو مجرد درع وشهادة وخلاص. التكريم لما يكون في ناس فعلا تثق فيك وتثق في الاسم اللي أنت كونته. أنا اليوم لما أجي أشتغل عندي ناس تساعدني، أنا ما أسميهم مساعدين، أسميهم عائلتي الثانية. فأجمل تكريم يكون منهم لما أشوفهم واقفين يمي في أي عمل، هذا أفضل تكريم صراحة. شخصياً كانطباع من برا الكويت ما صار في تواصل دايركت، ولكن لما رحت أدرس في بريطانيا استغربوا إن شلون أنت من الكويت وعندكم هذا النوع من الفن وعندكم أصلاً ناس مهتمة في هذا المجال. هذا الانطباع الوحيد اللي التمسته من برا، ولكن في الخليج أو في الوطن العربي بشكل عام أو في الكويت تحديداً بالعكس يعني في ردود وايد تفرح الواحد يعني وتشجع ان الواحد يستمر. بالنسبة حق الأعمال الدرامية قدمت أعمال كثيرة، منها الوجه المستعار، منها مثل ما قلت لك ثريا، مجموعة إنسان، عزوتي، روتين، يعني في وايد أعمال قدمتها للأمانة، في بعد أعمال ما أتذكرها يعني أو ما تطري علي حاليا. بالنسبة للمسرح كذلك نفس الشيء، اشتغلت على مستوى المسرح الأكاديمي والجماهيري اللي هو النوعي، اشتغلت في أعمال كثيرة. في المهرجانات يمكن اشتغلت ريا وسكينة، السرب، من منهم هو، وايد أعمال اشتغلتها. بالنسبة حق المسرحيات الجماهيرية اشتغلت موجب، سافانا، شي زبونة، هم من وايد أسامي من المسرحيات اللي اشتغلتها يعني يبي لنا وقت نقعد نعدد فيها. بالنسبة حق السينما اشتغلت فيلم الأمريكاني، واشتغلت فيلم The End أو النهاية. ما عندي تجارب وايد بالسينما يعني. الهواية أحياناً ممكن تكون في نظر البعض أنه هو مجرد شيء يتسلى فيه وخلاص، ولكن في يوم من الأيام أنا كانت الشغلة اللي قاعد أشتغلها كميك اب كانت مجرد هواية، وانتقلنا من الهواية صارت حرفة أو احتراف أكثر من ما يكون حرفة وأن أستلم من وراها فلوس بس. يكفي أن كل ما تشتغل في أي عمل أو تنجز أي إنجاز ويتسجل هذا الإنجاز باسمك، أنت تحس بسعادة مو طبيعية يعني، فما بالك الناس اللي حوالينك. فتحس بإحساس غريب حتى لما تشوف الناس اللي حوالينك إش كثر هم قاعد يشجعونك وإش كثر قاعد يهنونك بالإنجازات اللي أنت سويتها. فأنا بالنسبة لي أشوف أن أي شخص عنده هواية اليوم لازم يستغل هذا الموضوع، مو بس أن استخدمها اليوم وخلاص، ولكن مع الأيام مع الزمان راح يكتشف أن هي ممكن تتحول إلى تجارة يستفيد منها، مو بس أن هي مجرد تسلية وخلاص. فهذا اللي أنا أشوفه بالنسبة حق